في الحلقة الجاية من طبخة وسالفة. أنا قالية طبعاً الزبيب يجي مسبقاً بس مو قليل يعني قليل خفيف. لما تضغط الماء لعشان أسلد فيه الزبيب يجي حلو. تلاقي ما لقى دوت موالي كل يحبه أي أبداً. ما شاء الله لا إله إلا الله تبارك الرحمن. وش العين تاكل قبل الحلق؟ طبخة وسالفة في رمضان في الأوقات التالية